لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم باش نعملوا حاجة حلوة، كيكة حلوة مع بعضنا. المكونات عندنا كاس سكر، كاس زيت، وكاس حليب، 3 بيضات ولا 3 عظم، زوز سكر فاني، وزوز خميرة جاتو، وكاسين الكيلة هذية كما تشوفوا. الكاس هذي عملت زوز كيسان فارينة. وعنا للتزيين اللي يحب يعمل زبيب، يعمل شوكولاتة، كل واحد شنو هو. انا عنا شوكولاتة هذي الحبوبات صغيرين، واللي يحب يعمل كيبات زبيب، ما كل حد واختياره. نبدأ على بركة الله، نجيبوا اللي باش نخلطوا فيها. اول حاجة باش نبدأ نحطوا البيض، كيس السكر، وسكر فاني، دوس تشيط باش نحلهم ونحطهم. ونبداو وما ننساوش زادة ديما في الحاجات الكل، خاطر الحلاوة برشا ما يقتلها كان نفها ملح، معناها نفها ملح. نبداو بها بسم الله على بركة الله. يعني اللي يحب يخدم بركات بالقرآن يخدم، اللي يحب يخدم بيدو يخدم. يعني نخدمو لين يذوب السكر. بعد مركدنا العظم والسكر، سكر فاني، باش نبدا نحط زيت ونرقد. وتوا باش نبدا نصب الحليب. كملنا الحليب، توا باش نمروا للفارينة. نكملوا باقي الفرينة. نحلو كساشيت الخميرة. نجيبو الطبق كما شفتوه هنا، دهنتو بالزبدة، مدهون بالزبدة، باش نحط كعيبات شوكولاتة من نوطة. مانيش باش نزين من فوق، باش نحط من نوطة. وهذا شوية زبيب كما تشوفوا، باش نحطو في
الخليط. بسم الله على بركة الله. ونحطوه في الفرن على درجة 180، وكيف تطيب بإذن الله نرجع لكم. عادي خبزة الجاتو كما شفتوها إن شاء الله حضرت، مازالت سخونة باش نهبطوها. عنديش سيروم تاع جاتو، نحاول نغطو البلايص اللي تعبوا. نعملوا لها شوية عسل، هي حلوة لو العسل نعمل فيه باش نزينها. ونعملو لها شوي نودي كوكو باش تعطي لون مغاير. باش نقص باش تشوفوا. بسم الله، زلت سخونة لكن باش نوريكم. هذه الكيكة كما شفتوا ما شاء الله طرية وهشوشة. شفتوها قداش هشوشة؟ يعني أنا كعملت الشوكولاتة من لوطة هكا خرجت مزينة، وكملنا لها شوية. يا أما اللي عنده سيروم ولا شوكولاتة سائلة ولا حاجة، وتزينها بأي حاجة عندك. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. صحة بالشفاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.